بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خالد عبد القادر، مرحبا بكم في تلقاهم من جديد في حلقة جديدة. الحلقة ديالنا اليوم غادي نبداوها. الحلقة هذه كنت جبت الحديث عليها، هاد الجريمة هذه وقعت مدينة قنيطرة، وكنت هاد الأيام اتصلت، ماشي اتصلت ولكن كنت جالس في القهوة أنا وواحد الصديق ديالي وواحد رئيس ديالي أو ميم طون صديقي ورئيسي، السي عبد الله بري. السي عبد الله بري اللي كان رئيس الشرطة القضائية مدينة القنيطرة، السي عبد الله بري اللي هو معروف عند الإدارة العامة للأمن الوطني وحتى عند المديرية فاش ولات مديرية، معروف رجل أنكادر من إطار، رجل إطار ديال الشرطة. السي عبد الله بري معروف تعيش الآن في القنيطرة والحمد لله خرج تقاعد، خرج بخير وعلى خير. استفدنا منه لما كنا معاه، وكانت عنده واحد الخاصية أنه كان يعتبر العناصر بحال صحابه. نعم كاين هناك احترام الرئيس، كاين هناك التزام بالعمل، ولكن كان يعاملنا بحال صحابه. اي مخدمو خدامين كاملين تيخرج معانا يجلس معانا يجلس معانا في قهوه كذا. وكانت دار واحد ليكيب في لابيجي، اون تري بي ليكيب اللي ما تعاودش من بعد شفناها، انا ما شفتهاش من بعد. ودرنا عمليات كبار معاه، خدمنا خدمات كبار، وجلست انا وياه هاد الايام وجبنا الحديث على واحد الجريمه كان خدمها هو هانيت وانا في قنيطره هذيك الساعه. واحد السيد عنده واحد الحانوت، جا مطرب شويه في المدينه، حانوت ديال المواد الغذائيه، واحد راجل سوسي. قلنا سيدي هاد السيد كان عنده واحد الحوينيت خاص واحد القنت، وداك القنت كانوا فيه باقيين فيه البلارك، دابا راه تبنا ولا فيه الفيلات ولا فيه الديور. كان واحد الجهه فيها باقي فيها البلارك، باقي فيها دور الصفيح، كان عنده حانوت تما. هذوك الحانوت جاوا في واحد البلاصه منزاويه معزوله بوحدها، انا شفتو معزوله بوحدها ودار به القصب. كان مسؤول داك الحانوت في واحد الجهه بوحدو مسؤول، وهو الحانوت الوحيد اللي كان تما في ديك الجهه، وكان داير به كما قلنا القصب. داير به القصب هو عباره على حانوت ديال نقولوا ديال الصفيح، ودار به القصب من اللور، واحد الجرده كبيره فيها القصب. هذاك السيد كان عايش في داك الحانوت تيبيع ويشري فيه وتيناس فيه، دير منه محل عمل وإقامة، تيناس فيه تما الداخل، عنده واحد البيت بانيه تما الداخل تيناس فيه. جاب واحد الدري صغير من البلاد، جابو هذاك الدري الصغير ما تيجيش من العائلة، لا غير واحد الأب ديالو تما في البلاد ما عندوش فقير. قال له ودي دي الدري عافاك على المصنعة ديال البيع والشراء، وهذيك هي الثقافة ديال بلادهم، البيع والشراء، علموا البيع والشراء وكذا وكذا، وكبروا في يدك وهذا، ما عندهم ما يبقى يدير في البلاد. جابوا معاه الدري الصغير، ذاك الدري الصغير عنده شي 14 عام، خدام معاه في الحانوت. حانوت كان بوحدو كما قلنا في ديك الناحيه وسط دوك ديور الصفيح، كان بوحدو، كان عليه شويه بايع وشاري كما تيقولوا، ديما الناس معاه. واحد الدري، واحد الشاب من عائلته هذاك مول الحانوت، من عائلته تيجي تردد عليه ديما الحانوت، وكان تيعاونو بعض المرات، تيمشي تقدا ليه من الهري، تيعطيه واحد الموتور ديالو تيمشي تقدا ليه، تيجي يعاونو، تيكون شي مناسبه فيها الزحام تيجي يعاونو، تياكل معاه بعض المرات، تيتعشى معاه، تيتغدى معاه، تيناس عندو، بعض المرات تيناس عندو. في الايام الاخيره قبل ما توقع الجريمه ولا تيتردد اكثر حسب الشهود، ولا هو تقريبا تيقابل الحانوت الاخر من تيمشي هنا ولا هنا، هذاك الشاب تيبقى مقابل الحانوت ومعاه الدري الصغير اللي قلنا عنده 14 عام، هذاك ديما في الحانوت، هذاك ديما في الحانوت، ديما واحد الكرسي قدام الباب، بغا شي صخره يعطيوها ليه، بغا كذا يدخل الداخل يخرج كذا كذا. هذاك الدري تيبات في الحانوت، ومول الحانوت تيبات في الحانوت، عندهم واحد فين تيباتوا الداخل. وهذاك الشاب بعض المرات تيبات معاهم، ولكن في الايام الاخيره فاش جا داك الدري للحانوت، داك الدري اللي عنده 14 عام، فاش ولا تو في الحانوت الاخر تيكون الشهود، ولا اغلب الوقت يشوفوا في الحانوت، ولا تيشوفوا بزاف، كان يشوفوا خير ولا يشوفوا بزاف، ولا تيناس مع ذاك الحين في الحانوت تما الداخل، تيناس معاه تياكل معاه تيشرب معاه، تيمشي تقدا هو الخضره ويجيبها وكذا وكذا وكذا. الامور غادا هانيه. هذاك مول الحانوت من عادته، ردوا بالكم على هذه النقطه، من عادته عنده واحد البوطات ديال الغاز، البوطات ديال الغاز حاطهم قدام الباب، ديرهم في واحد واحد الاطار ديال الحديد، تيحطهم تما تيسدفهم، ولكن انت يطيح الليل وتيبغي يسد الحانوت تيدخلهم بهم، تيسد تيدخلهم قدام الباب لداخل
وتيسد عليهم الباب او تيسد الباب ديالو. المهم هذوك البوطات ما يبقاوش برا، امبوسيبل يبقاو برا. هذاك الحي فيه واحد العساس، واحد العساس راجل كبير وصحيح، هو عنده حاشاك مشي كلاب ديما معاه، وتيدور هو مقابل داك الحانوت، مقابل شي سيارات تيتحطو تما في واحد الباركينغ، مقابل شي حوانت اخرين تما، رجل حارس تيدور وقديم في ديك في ديك 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 الحومه، ومساكن ديك الحومه، ساكن تما وعساس ديك الحومه، تعرف الناس الحومه تعرف كل شيء. واحد النهار هذاك العساس لاحظ بان مول الحانوت، صاحبنا مول الحانوت الباب مسدود، اي انه كمل الخدمه وسد الباب تسد. داز عليه بعدا في العشيه، داز عليه فاش يلا شد الخدمه ديالو بدا بغى يخدم، جا في العشيه باش يخدم، داز سلم عليه وقف معاه شويه ومشى. من بعد ضرب واحد الدوره جا الحانوت، تلقى الحانوت مسدود، الحانوت مسدود والبوطات برا. شاف واحد الضو لداخل، وهذوك المحلات تما دوك دوك ديال الصافيح ما عندهمش الضو، عندهم غير الضو ديال البوطه باش تيشعلوا الضو ديال البوطه، او الناس اللي ما عندهمش بوطه عندهم الشمع، الضو ديال البوطه عنده بوطه فوق هذاك الدار تصرفوا داك الفنار ديال البوطه. شاف الضو شاعل داخل والباب مسدود والبوطات باقيين برا، وبيان سور قال هو السيد راه تيتعشى ويمكن عاد سالي ويسد ويدير كذا كذا كذا. دار ومشى خدام مع راسو تيخدم. واحد الوقت جابتو الدور عاوتاني تما، جابتو في واحد الوقت متاخر من الليل، تقريبا شي جوج ونص ديال الصباح ديال الليل، ولا ديال الصباح جوج ونص ديال الصباح ديال الليل. دابا حنا انا تندخل في هاد القضيه هادي، لانه تيبدا الصباح من بعد 12 الليل، راك تيبدا الصباح من بعد 12 الليل تيبدا الصباح، تنقول وحده الصباح جوج الصباح، وهاديك الساعه تيحنا الناس هذاك ديال الليل بالراسو. المهم داز مع شي جوج ونص ديال الصباح، تيشوف الضو ما بقى شيء، وتيشوف البوطات باقيين برا محطوطين، ما يمكنش دوك البوطات يبقاو برا، ما يمكنش. دق ما جاوب واحد، بقى تيدق ما جاوب واحد. هو تيقول بانه قبل ما يشد السيد الحانوت ومن داز عليه يسلم عليه، لقى هو ولقى الدري الصغير ولقى داك الشاب اللي قلت لكم اللي هو شاب عنده تقريبا 26 عام اللي تيعاونو، لقاهم ثلاثه سلم عليهم ومشى بحالاتو عادي. ولكن ما شاف البوطات برا، بقى تيدق تيدق ما جابو حتى واحد. تعرف بان هذاك الراجل مول الحانوت، تعرفوا بعض المرات يغيب في الليل مثلا تيسد وتيخرج عاد تيبقى جاي، الحانوت ديالو ما عارفين تيمشي قصر وتيمشي يجلس، ما عارفين تيمشي عند شي صحاب ولا ما عرفت تيدوز، تعرف هاد القضيه هادي. ولكن هذاك السيد لا تعطل تتعطل حتى مثلا 12 الليل 11 ونص الليل تيجي، يا مشى القهوه ولا مشى شي حاجه باش يرتاح. ولكن باش تفصل جوج ونص الليل البوطات باقيين خارجين برا، ما يمكنش. والبوطات ساهل باش يتسرقوا، لانهم محطوطين تما برا تطفين فوق واحد الكادر ديال الحديد تطفين. بدات يدق ما جاوب واحد. كيفاش؟ قال ما غايجاوبني حد، انا هما بثلاثه مشاو، مشى هو والدري الصغير، ما يمكنش شي واحد غيبقى ناس هنا. بدات يضرب بالبيل، عنده البيل ديالو داك الفنار ديالو داك البيل، بدا تيضوي لداخل، تيضوي من ما بانت ليه شي ترعه فين يضوي تيضوي، داز من اللور ديال المحل ضوا تيشوف تيضوي، وتيبان ليه وتيضوي تيتبان ليه رجل، واحد رجل ممدوده تتبان ليه رجل ديال مول الحانوت، رجل ديال مول الحانوت. تعرف داك الراجل تعرف شنو تيلبس في رجليه، شافو لابس واحد البلغه ديالو، ديك البلغه ديال اللي تم معروفين ديال الصناعه التقليديه، دوك البلديين ومهزوزه من اللور اللي تيديرهم في الجبل وفي سوس، دوك اللي تيكون عندهم ديك الهزه من اللور مهزوزه. طل تيشوف عرف بان تيدق قال هاد السيد عنده شي حاجه، لان بنتي غير رجليه. هنا مشى البيكالا ديالو مشى عند البوليس، قال لهم اودي كيما قلت لكم واحد السيد عنده واحد الحانوت، وهاد السيد ملي دخل البوطات ديالو ما دخلهمش دابا، وانا قلت ما يمكنش، بقيت تندق في الحانوت وما تنعسو تما ثلاثه ما تيجيوني حتى شي واحد، ولكن واحد الثقيبه طلعت منها تنشوف تيبان ليا رجل ديال مول الحانوت، رجل ديالو. اذا هاد السيد اما مريض اما ميت اما يعلم الله، وما يمكنش يخلي البوطات برا، ما يمكنش يخلي البوطات برا. وانا دزت عليه بقيت واقف صحيح، هو واحد الدري خدام عنده صغير، واحد الشاب تيجي تتردد عليه تشوف من عائلته، خليتهم ثلاثه. ولكن في الاخر وشفت الضو ودزت واحد الدوزه، شفت الضو شاعل لداخل،
سدي لي الباب، قلت ربما تيتعشى ربما غيدخل البوطات من تستعاود ثاني ما قدش لك الدور شاد السيد اش كاين اش كاين هنا. مشاو البوليس عين المكان لا بيرمونس ديال الديموما، دقوا طلوا تا هما من ديك الجامعه طلوا شافوا داك الصباط. هنا علموا السيد رئيس الشرطه القضائيه اللي هو السي عبد الله بري، علموه في الليل حاضر. وهذا السي عبد الله بري كان فيه واحد الخاصيه جميله، انه متى تكون شي حاجه في الليل كما كانت تيقول لك علموا عليا نحضر، متى تكون شي حاجه خايبه ولا شي حاجه يقول عيطوا عليا عيطوا عليا خصو يحضر، خصو يكون تما خصو يحضر. من عدتو هذا الشيء هذا من الخدمه ديالو من الحزم ديالو العمل ديالو. عيطوا عليه جا شاف وجاب الناس ديال تشخيص قضائي اللي كانوا ممكن كان شي مصح الجريمه تشخيص قضائي، وانتقل كل شيء لعين المكان. هنا من بعد ما علموا النيابه العامه قال مودي ربما السيد يكون في خطر داخل، ربما فتحوا الباب. فتحوا الباب تيلقاو داك الراجل مول الحانوت مقتول، وداك اللي قتلو ما رحموش لان في عده طعانات، مضروب في يدو مضروب في وجهو مضروب في عنقو مضروب شي واحد هايج عليه قتلو ديك القتله شنيعه، الدم تما والدنيا مخلطه. وهذا وبقاو البوليس خدامين بديك شالوا البوطه اللي كانت شاعله ديك البوطه، خدامين بالبوطه وبالبيلات اللي عندهم، الشيء اللي عندهم ماش خدامين لان ما عندوش الضو. واضطروا باش يبقاو تما حتى يطلع الصباح باش يبان لهم شنو كاين بالضبط، وطوقوا ديك الدنيا حتى واحد ما يقرب وبقاو تما. لما طلع الصباح ميقات شي 6 الصباح واحد الشرطي بدا تيدور داك القصب تما تيشوف داك القصب، كاين بزاف ديال القصب مزروع قصب غير عشوائي ديك النباتات العشوائيه، تيدور تما تيدور هو لقى واحد الخنشه، واحد الخنشه ديال الشمرتل اللي كتعرفوا الشمرتل ديك ديال الطحين مسدوده ومربيه في عرقنت وفيها الدم. هذاك البوسي حل هذاك الراجل وتلقى تما بنادم وسط الخنشه. علم الشرف لابيجي قال يجي تشوفوا، جاو تما تلقاو خنشه مرميه وفيها الدري من الحلوه، لقاو الدري اللي مع مول الحانوت اللي تعرف عليه الاساس، قال لهم الدري عايش مع مول الحانوت حتى هو مقتول، مقتول بالموس مدوى في عنقه مقتول، وداك اللي قتلو خشاه في الخنشه وهزو الدابع عدو وسط القصب وحطو. اذا كانوا في جريمه ولاو في جوج، جريمه ولاو في جوج. هنا عاود خدموا خبروا النيابه العامه وانتقل السيد نائب الوكيل العام، انتقل لعين المكان وجا وصل عليهم وشاف ديك الجثه ديال الراجل وشاف الجثه ديال الدري. شكون اللي قتلهم؟ قتلهم هذا اللي قتلهم بجوج، قتل هذا وقتل هذا. هنا بداو تيبحثوا، هزوا الراجل وهزوا الدري وداوهم السوداء الاموات، هزوا واحد شنو يلقاوها تما داوها معاهم، عرفوا بان هذا اللي قتل هذا هو اللي قتل هذا، ولكن شكون باقي ما بان شيء. خداو جميع التدابير المسطريه اللي خصها تكون في عين المكان، معاينات وما يتبع ذلك، وهزوا السيد وداوه. هنا بدا البحث مع العساس، بدا مع البحث قال يا ودي واش تتعرف داك الدري اللي كان معاهم ربما هو اللي قتلهم، واش تتعرفوا واش كذا واش كذا، لانهم هادو ما دخلوش البوطه، ما دخلوش البوطه، اذا هادو كانوا باقي فايقين ما دخلوش البوطه، البوطه ما دخلتش كانوا باقيين فايقين البوطه ما دخلوهاش. هذا اللي قتل كان معاهم الداخل ولا يستبعد ما يكون داك الدري اللي تيعاونوا داك الشاب اللي هضرنا عليه به دابا هو مشكوك فيه الاول. قالوا داك مول الاساس واش تعرفوا؟ قال لي ما ودي هذاك السيد انا تنعرفو، وكاين شي ولاد بلادو هنا ساكنين هنا الفوق في واحد البيت كارينو عنده واحد المراه، راه بعض المرات كنت هو كان تيبات عندهم وكنت نشوفو معاهم ديما حتى هما بيعاش الرايه، يمكن مشابات عندهم حيت انا شتو جالس مع مول الحانوت. قال لي ورينا هاد الشيء. هذا 8 الصباح مشاو كما تيقول سي عبد الله، 8 الصباح مشاو لديك الدار فين وراهم الحارس، دقوا تما في الباب، دقوا ما تيجاوب حد، بقاو تيدقوا بالجهد ما جاوبهم حد. لقاو واحد الشرجم من اللور، شرجم التدريس، جا واحد البوليس يحلو، بقى تيحلو تيحلو. واحد المرة طلعت من الفوق، طلعت من الفوق واحد المرة قالت لي اش تدير اش تدير اش تدير،
قال لي غار تنطقوا عليكم وهضروا معكم. قلت له راه الشفار، ما الشفار اربعه الشفاره مره كبيره ضمت بين هذوك الشفاره. قال لي احنا بوليس، احنا ماشي شفار، احنا راه بوليس، ولا تنطقوا تنقولوا بوليس حلوا الباب. قالت لي بلاتي انا نازله. حلت ديك المراه الباب، هبطت وحلت الباب، قدموا لنا انفسهم قال احنا بوليس وساكنين عندك شي ناس. قالت لي ساكنين سيدي، راه البيت الداخل فيه الناس ساكنين، راه فيه اربعه ديال الاولاد. مشاو دخلوا، سمحت لهم باش يدخلوا ودقوا عليهم، تلقاهم فايقين وجالسين ومبغاش يحلوا الباب، غير مبغاش يحلوا الباب، بقاو ساكتين. واحد قال لي ودي احنا سمعنا بوليس وخفنا. اذا سمعوا بوليس عاود ما ينوضوا يحلوا الباب شوفوا شكون. داروا بقاو ساقرين. شد سميتك انت، سميتك انت، سميتك انت، اش تدير انت، اش تدير انت، اش تدير انت، توصل هذاك المعني بالامر. قال لي انت اش تدير؟ قال لك اش عندك علاقه مع هذا؟ قال لي من عائلتي وتنخدم معاه بعض المرات وكذا وكذا وكذا. يلا هو معنا. داهم ثلاثة الشرطة القضائية، أربعة الشرطة القضائية، جلسوا مرة وبقى تيبحثوا كل واحد فيهم على حيلة، كل واحد تيبحثوا معاه فين كنتي، فين جيتي، فين مشيتي، فين كذا، حتى وصلوا لهذاك. هذاك قالوا لي فين كنتي في الليل؟ قال ما كنت معاه من الحانوت، أنه شاف العساس، عرف العساس شاه ضده. واش درتي معاه؟ غير تعشيت ومشيت في حالتي. كيفاش تعشيتي معاه؟ ما عشيت مشيتي في حالتك؟ إيه خليتهم في الحانوت الداخل. قال خليت الحانوت في الداخل، خليتهم سدوا ولا باقي ما سدوش؟ اه خليتهم سدوا. اذا نكذب، كون سدوا كون دخلوا البوطات، خصو يدخل هو هاني اللي تيدخل البوطات. قال لي سديتو خليتو البوطات برا، بقى ساكت. هنا الشاف ديال السلطه القضائيه، رئيس السلطه القضائيه قال لهم قلبوهم، كل واحد قلبو، هاد الناس مشكوك فيهم. بداو تيقلبوهم تيقلبوهم، هذاك قلبو الاول، بقاو عنده شي وريقات شي فلوس ديالو شي حاجه حطوهم، هذا قلبوا الثاني لاكارت ديال كذا، هذاك نقز، هذاك الرابع نقز، هذاك اللي كان في الحانوت نقز. هو يقول للشاف دابيجي قال له ودي راه عندي الوجع بزاف، كرشي انا متوقف فيك الوجع، عندي الوجع، بغيت غير المرحات، راه عندي الوجع الله يكثر خيرك. قال لي قال له واحد ويسي سير معاه، سير معاه المرحات. مشى معاه الشرطي المرحات، بقى الشاف دابيجي رئيس السلطه القضائيه مع دوك الثلاثه تيبحثوا معاهم، تيبحثوا معاهم تيقول لهم ومحوج قال لهم هذا فوق جا عندكم البارح. قال له ودي هذا راه جا معطل في الليل، ما جا وانا جا حتى قرب الفجر عاد جا عندنا. ها ها نقطه اخرى، قال لهم جاكم حتى قرب الفجر؟ قال حتى قرب الفجر عاد جا عندنا، جا ناس فبغى بغى يهضر مع والو، ناس قالنا ناعسين وناس. وراه هو اللي باش كنتو تدقوا قلتو بوليس، قال لهم ما تحلوش هذول، يمكن بغا يديو الله رافي ولا ما تحلوش، سكتوا ما تحلوش تمشوا في حالهم، اش بغاو يدقوا على البوليس هنايا؟ هو اللي قال لهم ما تحلوش. اذا بقى هو سي سبين نيميرو ان. صيفطوا صيفط لابي، صيفط واحد البوليس اخر كان واقف، قال لي سير وصل عندك اللي دا اللي دا حاشاكم من المرحاض، سير وقف معاه قول لي يجيبو رد باله معاه. تخيلني هذا رد باله معاه، يدير شي حاجه عندك في المرحاض، يضرب راسو يدير شي حاجه، سير وصل عليه. تيوصل هذاك البوليس تلقى هذاك البوليسي اللي داه مخاصم معاه، مشد معاه. قال لي مالو؟ قال لي راه دخلوا سمعتو تيخرق في السوارت، وفي الاخر من خرج قلبت المرحاض وانا لقى السوارت، رمى السوارت في المرحاض. ها ما هذاك البوليسي سميتو خالد صابر، قال لك من سمع هو متكي على المرحاض الاخر داخل، تسمع السوارت وتطلق الماء، سي سوارت تيجبدهم وتلقهم تطلق الماء. الاخر حل عليه الباب، حل حل الباب، حل الباب. الاخر حل الباب، الاخر قال دوز هاد الجهه، تيقلب تلقى بانه كان تيحاول، عنده واحد مجموعه السوارت باغي يدخلها في المرحاض وما دخلتليش، تطلق الماء وما دخلتش. هذاك قفض كيما قالوا وجبد كيما قال لي، قال لي وجبد هذوك السوارت وشاد فيه، علاش بغيت ترمي السوارت ديال شاد السوارت؟ قول السوارت. قال لي الاخر جيبوه، جابوه ردوه لعند الشرف السلطه القضائيه، بدا معاه البحث. هاد السوارت ديال من؟ هاد السوارت ديال من؟ قال لهم راه هزيتهم ديال الحانوت. قال لي دابا مشاو للحانوت باش تاكدوا. خرجوا ديك الساعه مشاو للحانوت، مشاو للحانوت حلوا بالسوارت، لان فاتني ما كنتكم شايب ان الحانوت لما جاو البوس لقاو مسدود، لقاو مسدود بالسالوت، مسدود من برا. حلوا. اذا اش تيديروا عندك السوارت؟ اش تيديروا عندك السوارت؟ علاش بغيتي ترمي السوارت؟ هنا بدا البحث، ما يخل البحث معاه بالمعقول لما جابوه. هو جاو بصحابو اللي قالوا ليه جات تا 4 الصباح، وفيك انت في 4 تا 4 الصباح دخلتي؟ قول لنا فيك انت مع 4 الصباح، قول لنا فيك انت، هضر فيك انت.
قالوا دوك صحابو من جلطة عندكم شنو هز معاه؟ شنو كان هز معاه؟ قال له ودي هز واحد بلاستيكا واحد الميكا هز معاه. فين هي الميكا؟ باقة عند ذاك البيت. رجعوا معاه عاوتاني للميكا. تيهزوا ديك الميكا تلقوا فيها واحد السروال وتلقوا فيها واحد الطابلية ديك الزرقاء اللي تيديروا بها الشرايا كمدة في ديك الميكا وداخلة وتلقاو شي سوانت وشي فلوس وتلقاو الدم عامر بدوك الحوايج اللي داروا في البلاستيك. هذيك هما الحوايج اللي خدم بهم. وعلاش خدم بهم؟ علاش دار هذا الشيء؟ وعلاش قتل؟ لانه امام هاد القرائن، امام دوك الشهود، امام ما قدش يقول فيه كان في 4 الصباح تلف اعترف. باش اعترف؟ هذا كان زوفري كان عايش بوحدو كيما قلت لكم. وكان كان بزاف ديال الشباب بيع وشري، ساكن في حوانت، 3 4 ساكنين في حانوت، ولا ساكنين في دار، ولا ساكنين في بيت، كاين بيت تيبيعوا ويشريوا، هادشي معروف. هذاك مع داك مول الحانوت كان خدام معاه وتيخدم معاه كيما قلنا. مول الحانوت من جاب داك الدري جابو تما تيخدم معاه ولا تيناس معاه في الحانوت. واحد الليله ديك الليله الكحله كيما تيقولوا، ديك الليله الكحله، هذاك مول الحانوت مشى عند واحد صاحبه تيجلس معاه، تيكمل خدمته وتيمشي يقصر معاه. شكون اللي بقى في الحانوت؟ بقى هذاك والدري الصغير. هذا الاعتراف ديالو هو اش تيقول، الاعتراف ديالو اش تيقول هو، بقيت انا والدري الصغير. حاول هو حاول مع داك الدري الصغير حاول محاولة هتك العرض، قلتها مرة ما غنعاودهاش لأن كاين أطفال تيتصنتو داك الشيء. الدري رفض رفضا باتا وبدا تيغوت معاه. هذاك شاف راسو كحلها كحلها والأخرى يقول للمعلم وكذا، هو يقتل الدري، جبد جنوية كتفو يا ربي الدنيا شدو وضربو وبدا تيضرب فيه قتلو قتلو ورفضوا دار المصيبة. هو يشدو وجاب خنشة ديال الطحين خاوية عندهم تما خنشة الطحين ودخلوا ديك الخنشة ديال الطحين وداري مسكين صغير وحزموه هزو وداه داك القصب تما ودخل بيه وسط القصب ورماه. ولكن بقى تما الدم وبقى حالة في الدار. يلا كمل العملية. هو يجي من الحانوت، جا في الليل داك دخل الاخر جات قدامه قال له شاد الحنا شاد الدمايات فين هو الدري؟ فين مشى الدري؟ قال لها مشى في حالته. قال كيفاش الدري مشى في حالته؟ شاد الدم هنا، الاخر باقي ما نظفش الدنيا. خرج الاخر تيقلب فين هو الدري؟ قال لي راه قتلته راه هو في خنشه برا. هو اللي اش درتي؟ قال لي صافي دابا سكتنا انا غنحفر غندفنو. شوف بان لي كلشي ساهل. خرج مع داك مول الحانوت يشوف الدري، هو تابعو مرور هاز الجنويه ما شافوش من الحانوت. ضرب داك مول الحانوت من شافو شاف الخنشه بقى تيضربو وطيحو الراجل الكبير وجرو ودخلو للبراكه ديك الماحه تما دخل وكمل عليه وخلاه مقتول. قتلو خلاه مقتول، حيد حوايجو، لبس شي حوايج منهم داك ديال داك الراجل، قام تما وشي ساو توا ديالو، بدل حوايجو، غسل يديه. بدا هاد العمليه كانت تيديرها الوقت اللي تاع الساس شاف الضو لداخل، لان العمليه كلها دارها بالضو، سد الباب ودارها بالضو. وجات فيه طويل، زاد فيه طويل، مشى عندوك صحابو حتى 4 الصباح ودخل عندهم. قاسم تقطع رجل، نسى ما دخلش البوطات، وسد الحانوت وزاد في حالته. إذا العملية دارت في ديك السوايع ما بين ديك المزية ديال الراجل، جا مسكين مع 12 الليل مع الوحدة اللي رجع كان قصر مع صاحبو، في نظره راه كاين الدري وكاين الآخر راهم تعشى وراهم ناعسين أو راه باقي شي واحد فيهم جالس، وجا وخدم ديك الخدمة ديالو. وقلب داك الحانوت ودار اللي بغا، وبقى سامر تما تتقطع رجل وتقطعت رجل هو يشد الطريق ومشى عند صحابو. هادو الاعترافات ديالو. وتيقول بأنه ما قاش داك الدري وما مش فيه، أن داك الدري رفض. والأوتوبسي تقول التشريح الطبي تيقول داك الدري ما مقيوش شيء، ما مقيوش شيء، أنه دافع على كرامته بعد الشراسة. دافع على راسو داك الدري مسكين، دافع على راسو، والآخر شاف راسو مشى نحيدو هو يقتلو. جريمة مجانية، قتل الدري ومن جا المعلم وقالك الدمايات قال لي راه قتلتو اجي ندفنوه، بغى يورط داك مسكين داك المعلم بغى يورطو. داك الشيء تيقول لي اش غدير مسخوط والدي درتي؟ اش هادشي درتي مسخوط والدي؟ خصني نعلم البوليس درتي وفعلتي وتركتي وكذا وكذا. ولقتو تا هو عملية دارت. شوف اكتشاف الجثة مع الجوج ونص ديال الصباح،
مع 9 الصباح او 9 ونص ديال الصباح، تيقول شاف دابيجي بينو وصلوا للمجرم، وصلوا للمجرم. قال لي مع 12 كان تقريبا راه كل شيء عندنا، الاعتراف كذا الحوايج هذا الشهود كل شيء موجود عندنا، بقينا كتابه ديال المسطره يفيقوك مع 2 الليل وتبقى جابت فيها حتى 12 النهار، وعاد تمشي تتغدى وتبدا الكتابه عاوتاني. الكتابه تبقى تكتب عاوتاني ديك المسطره باش تكملها، خصك لها واحد اليومين باش تقدمها لمحكمه الاستئناف. تيوقعوك على هذا الشيء هذا. شوف هذا الانسان هذا، شوف على عقليه عنده، بغى يخرج على دري مسكين صغير. قتلو بسبري، اقتل مول الحانوت بسبري، غادي بالمؤبد تحكم بالمؤبد. علاش؟ اش ما ذبح حديتي في هذا الشيء كله؟ اش ما ذبح حديتي في هذا الشيء كله؟ شحال من واحد تيصحاب لي الموت، راه الحل يقتل غيقتل غيتهنى، غيقتل صافي تحلت لي واحد المشكله صافي نمشي نقتلو ونتهنى منه. هذا الشيء تيفكروا بعض الناس، نقتلو ونخلي ضربو والصلاة على النبي ومن ثم نزيد في حالتي. تتبان لهم ما تيقولش ويلا حصلت، ولا تيفكروا ولا حصلت. من تيحصلوا تنشوفهم انا ودوزناهم فاش كنت في الفرقه الجنائيه، الناس اللي قاتلين الروح عينيهم تيدخلوا، والله الا عينيهم تيدخلوا اصاحبي، عيني تيولوا داخلين غير ها، وتيولي ساهي ها تيشوف غير ساهي، وفيما تهضر ما يقول نعم، فيما بحال تطرش بحال لانه ما يعرفوش اش داروا. من تيلقاسو قدام الموت وقتل، من تيجي الكوميساري تيجيبوه تيدوخ، ما تيعرف يسبق، ما تيعرف اخر، واخا تيعترف تيبقى غا ساهي ساهي، وتيخمم وعقلو شارد وماشي في هاد الشيء. الروح واعره واعره واعره، الروح الله يحفظ واعره الروح. سيرتو الناس اللي تيديروا قتل مجاني بحال هكا، قتل مجاني مازال كل تيخطوا ليها تيخطوا، راه حتى في المواجهه ديالنا تيبقى يخطط، ما يخطط لواحد الروح تيقتلها لما مع البحث معاه، تيبقى يخطط وتيبقى يجاوبنا بالخطه اللي لا شدوني البوليس اش غنقول لهم. تنجبدوا مع كثار، تنجبدوا معاه كثار من ديك 8 سوايع ولا 10 سوايع، ضربوا مع 24 ساعه 48 ساعه وحنا غاديين معاه. الله ينجينا وينجيكم من الانسان اللي من هذا النوع، والله يحفظنا ويحفظكم. ولكن هنا غنقولوا اجاب داك الدري مسكين يجي من البلاد، ما قرا ما والو، 14 عام غيبدا في حانوت. تنشوفهم بزاف 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 هذوك الناس اللي تيمنعوا تشغيل القاصرين، راه معقول يشغلوا تشغيل القاصرين؟ لان القاصر واخا يشوف، واخا تخدم القاصر في شي خدمه خدمتيه تيجي منها فلوس تيربح تيعاون دارهم وكذا وكذا وكذا، ولكن المشكل الكبير هي لا ما قراش. راه الانسان اللي ما قراش راه ماشي بحال الانسان اللي قرا، راه فرق ما بين السماء والارض. قلتلك ولا راه كاين اللي واعي احسن من اللي قاري. ادي هذه الهضره خليونا من الله يرحم والديك. ربي راه في الديبار في الاول، ربي قال اقرا اقرا في الاول، اقرا باسم ربك الذي خلق. اول حاجه قلنا قراو قراو، خلقنا وامرنا باش نقراو، زعما التكميله باش تكون حياتنا كامله بالقرايه. بلا قرايه الانسان راه ماشي بحال اللي قاري، بقى يكون كيما بغى يكون. وراه ديما ذاك اللي ما قاريش مسكين تضر في باله، كون غا قريت كون غا قريت كون غا قريت. سيرتو تيكون مسكين خرج من مدرسه صغير ما عرف لا يكتب لا هادي لا هاديك لا هاديك، حياته كلها واخا يتزوج واخا داك الشيء ديما كاين نقص، ديما كاين نقص. انا دام فكروا في الخدمه فكروا في القرايه، هو مشى. منهم الله السلامه، ونتمنى لكم عواش مبروكه. وباش غنختم لكم هاد القضيه هادي باش نختمها، انا كنت في البحر وجلست حدا واحد السيد في البحر، جلست واحد المظل جاب عليا دوك التكرم دولا، وجلست بوحدي في العشيه حدايا واحد السيد مرتو متعجبه، لابسه الكحل دير داك البرقوع على وجهها كامل اللي قاد في يديها شغلها ومن حقها من حقها. ما بقاش خصكم ديروا ما ديروش، خصكم ديروا او نوضوا واحد الفتنه بيننا وبين الناس اللي من هاد الفئه. راجلها الحيه عنده قصيره ماشي طويله، الحيه عاديه قصيره، تيعوم هو ولادو جوج، تيعوم في البحر تيصوتي تيعوم تيصوتي. هو يشوفني جا عندي قال لي سي خراس لاباس؟ قلت له لاباس بخير سي لاباس كذا. قال لي تصور مع الدري ولين ولادي؟ قلت له مرحبا تصور هذا. هو يقول لمراته هذيك السيده، قال لها هو خراس؟ قالت لي لاباس اسيدي. قلت له لاباس بارك الله فيك. قلت له ودي كون درتي غير المراشي مضيل؟ قال لي شوف سي خراس واحد القضيه ديرها في راسك،
ماشي تشوف شي مرة متحجبة بحال هادي وتصحاب راجلها فرض عليها هادشي، راه بزاف هي اللي فرضين على نفوسهم. وهاد السيدة راه عييت ما نهضر معاها، وبقات شدات في واحد السيدة أخرى اللي علمتها هادشي، وبقات غادا في هاد الطريقة وقالت لها أنا غنلبس هاد البرقوع وندور هاد الليكا تبقى عايشة هكا. وعندنا نقاش هاد القضية هادي، راه ماشي التمييز تقول أنا راه كذا. يا ودي في الأول تهمتك بنتي اللي أنت ما عرفتش تعوم وتتشربخ وتدور، المرأة مسكينة جالسة في هذا. كيف دابا جيب لها غير نضل وصافي؟ قال لي لا الله وصافي. انا ما انا الصراحه ماشي ضد العيالات وماشي مع هاد العيالات، باش نكونوا شويه واقعيين، تلبس ولا ما تلبسش ولا دير برقع ولا دير اللي قالت دير اللي بغات، حره في التصرف ديالها وحره في الايمان ديالها، كل واحد كيفاش داير الايمان ديالو. ولكن هاد السيد عطاني فكره مزيانه وقالها لي، عندك صحاب ديما الرجل هو اللي تيلح على المراه باش دير الحجاب، عنده الرجل هو اللي تيلح على المراه باش تلبس هذه او تعري راسها او كذا او كذا. راه بعض المرات العيالات تياخذوا شي تدابير ديالهم كما قال لي هو، تياخذوا هو وتاخذوا واحد القرار من عندهم، ربما المرأة تتاخذ شي تدابير تتاخذ من حقها، بغات هي تعيش هكاك وخرج لها ضد داكشي، هي بغات حياتها بغات تعيشها هكاك وداكشي وهذا وهذا. انا بقات فيها غير ديك الحاله اللي هي عليها ديال الصهد وديك السخونيه وديال الشمس، وكان النهار سخون كان فيه تقريبا شي 39 الحراره وما عندها شي مضل، وانا تهضرت على المضل قلت لها ودي هادي لها شي مضل تغطى به وكذا وكذا وكذا. هو هاد بغيتكم تفهموا هاد القضيه هادي، تفهموا منها شي حاجه وتفهموا الوضع ديال بعض النساء اللي تتاخذوا شي تدابير في اتجاه المعاكس ديال رجالهم. كل واحد عنده حق يتصرف كما بغى. والسلام عليكم ورحمه الله.